السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عمر من قناة عموري، واليوم رجعت لكم في مقطع جديد. في هذا المقطع إن شاء الله راح يكون سألني الجزء الأول، وصراحة بشكركم على دعم متواصل. وبس خلنا نبدأ في السؤال الأول. السؤال من عندي، أنت أي صف؟ ثاني متوسط. ثاني، ما هو هدفك في القناة؟ هدفي في القناة أني أسعدكم صراحة، وإني أوصل 1000 مشترك. السؤال الثالث، إيش بتسوي إذا أخوك سوى جريمة وجو الشرطة لين البيت وقال أخوك أنك أنت اللي سويت جريمة، وبعدين سجنت 10 سنين ولا عمره زارك؟ بعد 10 سنين طلعت أنت وبعدين لقيته نايم على سريرك ومشغل المكيف، وش بتكون ردة فعلي؟ صراحة راح أروح أقتل أخوي وأرجع السجن. خنروح للسؤال الرابع، كم عمرك يا مبدع؟ شكراً لك أنت المبدع، عمري 13 سنة. السؤال الخامس، يا بطل هل عمرك راح تفكر تلعب ماينكرافت؟ صراحة لا، لأنه أصلاً البي سي اللي عندي يعلق وما أعرف ألعبها. السؤال السادس، إيش بطل كمل، شكراً لك. والسؤال هو، شو أكثر إشي بتحب تسويه لما تزهق؟ أحب أصوره ومنتج بس ما أنزله على اليوتيوب. السؤال السابع، كم تطلع من اليوتيوب؟ صراحة ما أقدر أقول. السؤال الثامن، في القناة أتمنى تذكر اسمي في القناة أفضل يوتيوبر. السؤال من موفي تي 2، هدف القناة زي ما قلت لكم إني أسعدكم وأوصل 1000 مشترك، وشكرا لك. السؤال الثامن، شو اسم البرنامج اللي تمنتج فيه؟ أمنتج برنامجين، سوني فيجاس وأندرشير. السؤال التاسع، شو أكثر لعبة تحبها؟ جي تي في ولول. اسم مدرستك؟ اسمها العالمية. وبس هنكون صلنا لنهاية المقطع، إن شاء الله يكون عجبك. إذا عجبك لا تنسى تحط لايك، وصلوا هذا المقطع 30 لايك عشان ننزل سنة الجزء الثاني. وبس، كان معكم أخوكم عمر، مع السلامة.